السلام عليكم. بنتلي بنتيجا الفخامة البريطانية من بنتلي. اليوم نبي على بنتلي بنتيجا إس وبنتلي بنتيجا. طبعا المحركات كلها نفس الشيء، لكن اليوم بنشوف الفروقات بين الإس والبنتيجا العادية. وبالأخير الخيار يرجع لك، الفرق معك 1.5 مليون. نبدأ بسم الله بالوجهيات. الفرق أول ما تشوف هنا كروم، هنا مكحل بأسود، أيضا هنا فيه الرادار الليلي، هنا ما فيه اللي هو الرادار الليلي، أيضا أنوار كريستال، لكن هنا مكحل، جميع اللمسات كلها مكحلة. لكن اللي مستغرب أنا أن العلامة ما كحلة، ومثل اللي هو البلاك باج. أول ما نبدأ بالإس، بحكم أنه مكحلة، تكحيلات سبورت رياضية مع مقاس 22 إنش، تكحيلة مقارنة بالثاني كلهم 8 سلندر، لكن هنا بصمة الإس هنا مكتوب 8 سلندر، مع اللي هو المرايات الجانبية برضو مع المسكات في تكحيل باللون الأسود بحكم أنه إس. وفي أيضا أقوى منه اللي هي W12 سبيد، هذه أقوى شيء من بنتلي من فئات الإس يو في. نيجي من وراء، طبعا في تكحيل بالصبات الخلفية، أيضا في تكحيل مع اللي هو الصدام الخلفي، ما شاء الله ما شاء الله. لكن اللي هنا جاين جناح شوي رياضي مع فتحة، أيضا هنا ما فيه جاين انسيابي مع السقف. نجي للشنطات بحكم أنهن سيارات عائلية. هذه مساحتها الشنطة، كلها نفس المساحات. نجي لأصوات المكاين، طبعا كلهم من 0 لـ100 بـ4.4 ثواني، لكن في هنا شوي نغمة من الطرب من فئة اللي هو الإس. أركب من داخل، ما يحتاج ترحيب بالفخامة. طبعا الداخلي جاين كاربون فيبر من هنا ومن اللمسات والديكور اللي هو البانورامي، ما شاء الله ما شاء الله. ما يحتاج وصف البنتلي من الفخامة، أيضا من اللمسات والعلامات، من علامات البي، يعني بنتلي اسم فاخر من القيادة الفاخرة والفخامة. طبعا التقنيات مثل ما تلقى بالأودي راح تلقى بالبنتلي، هذا اللي هو من ضمن أنظمة الأودي. أيضا واللامبورغيني نفس الحكاية، طبعا إنارات محيطية، ذكاء أمان ما يحتاج من بنتلي، فتحة سقف بانورامية، شاشات خلفية طبعا مقلم بالأحمر، جاين على شكل رياضي أحمر بكحلي. هذا اللي هو المميز بالبنتلي اللي هو نظام الأمان، بصراحة هذا شيء مميز من بنتلي. أيضا اللي هو قراءة الطريق الليلي، صراحة هذه برضو أيضا ميزة مميزة، مع إنارات محيطية ما يحتاج، يعني فخامة كاملة من البنتلي. هنا اللي هو وضعيات القيادة مع سبورت، اللي هو الثبات عند النزول، SUV 4x4، هنا اللي هو الأوتو باركينج، السيارة تلبق مع شاحن وايرلس. نيجي الوراء، بسم الله، هنا كفاءة الوقود، شاشات خلفية مع شاشة هنا للتحكم بالتكييف، منفذين USB، تكاية، ما شاء الله ما شاء الله. وأقوى سماعات من المركبات كلها بنتي. نجي للبنتيجا، طبعا مع الأمان ومع أنظمة الأمان كلها نفس الشيء، لكن اللي يفرق من هناك اللي هو الرؤية الليلية بسعر 1,300,000. نجي للبنتيجا، البنتيجا يا طول العمر جاية بالنظام الكلاسيكي والإطار الكلاسيكي من التخشيب، طبعا ما يحتاج، هم يقعدون أشهر عشان يركبون الفخامة لك، ما شاء الله، مع اللمسات والضغط اللي هو الكلاسيكي من السنوات، ما شاء الله، نفس الأنظمة، نفس الفتحات، نفس الوايرلس. اللي يفرق ايضا الشاشات الخلفيه ما فيه، طبعا تقدر تطلبه وتدفع مبلغ وقدره يعني كليه، بس بصراحه هالبنتيجا جاي كلاسيكي مره، والخشب سمعت انهم يجلسون اشهر عشان يجيبون نفس نوع التخشيبه هذه ويركبونها لك، ما دفعت انت 1,300,000 عبث، ما شاء الله ما شاء الله. طبعا الانظمه كلها نفس الشيء، بنتلي SUV ما يحتاج من الفخامه ولا اروع. وهذه كانت التغطية والفرق بين البنتيجا والبنتيجا S، ويجي فيه منها أعلى اللي هو سبيد. السبيد تجي W12 على 12 سلندر و630 حصان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.